ونديرك امور صافي بليزير حتى انا عمري ماذا بيا من الله غلام بسي با فاسيل عندي واحد عزيز عليا ماما 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 ماما. كإبداع كنت غايبة لأن كنت باغا نبان بأعمال جديدة وبصورة اللي كتشرف نادية والجمهور ديالي، يعني كان عندي مشكل ديال لي باك هو اللي كان مانعني هاد الفترة باش ما نفوتش يعني وباش ما نبانش أكثر. ممكن، لكن الشغل ديالي حاليا هو انني نركز في اللون المغربي، لان كما كنشوفوا ناس يعني ما عندهمش علاقه يعني لا بالمغرب ولا يعني كيطمحوا كيتمنوا انهم يغنوا اللهجه المغربيه، وعلاش غادي نمشي نادي لون اخر؟ ولكن هذا ما كيعنيش ان مستقبلا ان شاء الله نادي لون اخر، يمكن نكون خليجي او لا مصري او لبناني. نعم، وفي الصراحه الله باش نكونوا واقعيين ما كاينش شي مشكل كبير باش نقولوا راه خصني نتدخل انا بخيط ابيض ولا، لان كل واحد عنده القناعات ديالو. احنا بحكم اننا مجموعه وحده وعندنا اداره اعمال وحده، هذا كيخلينا نكونوا ماشي مضطرين، ولكن يعني كاين واحد الانسجام بيناتنا، كما كنقولوا احنا راه الخوت وكيكونوا في دار وحده وكيتناقشوا، يعني كيوقع سوء تفاهم وهذا ما كيعنيش كتكون داك القطيعه بشكل نهائي ولا كتكون داك العداوه. بادر كيتمنى الخير لابتسام، ابتسام كتمنى الخير لبادر، ولكن باش تكون داك الصداقه يعني بشكل قوي ماشي ضروري، ماشي ضروري يعني باش انا صافي مجموعه وحده خصي يكون داك القرب 100%. الاغنيه اللي كنت كنتمنى فعلا انني سمعتها وكنت كنتمنى انني نغنيها اغنيه حتى نديرها وندم، لان كنت معجبه بالكلمات ديالها بالاداء ديالها، وحققت هذه الامنيه انني عاودتها. ومن هذا المنبر كنوجه تحيه للشاب ريان الفنان الخلوق. والشيء اللي عجبني في الاغنيه بزاف ان الموضوع جاي شامل، تقدري تنسبيه للحب، للموضوع ديال الاطفال الشوارع، يعني المشاكل اللي كنعانيو منها في الحياه ديالنا بشكل عام، يعني الاغنيه ما عندهاش واحد الموضوع معين. الاغنيه ديال ايهاب امير بالنسبه لي ما جانيش الموضوع غريب، لان ديجا ناس غناو بحال داك المواضيع على الهجره على الغربه، يعني كاين واحد الجينيراسيون اللي تطرقت لهاد المواضيع بنفس الاسلوب بنفس الطريقه ربما حتى نفس الكلام، يعني ما غنقولوش كاين. بالنسبه لي انا وكرأي شخصي الاغنيه ما جاتنيش غريبه كموضوع، ديجا تغناو مهضوم يعني مواضيع مهضومه. نعم، ولكن هذا ما كيعنيش انا كنتمنى له التوفيق والنجاح. وفي صراحة ما عنديش شي قصة يعني اللي نقول مثيرة مع التحرش، لأن التحرش راه شي حاجة اللي بالنسبة لنا عادية كنتعرضوا لها في الحياة اليومية ديالنا، لكن باش نقول لك نادية تعرضت لذاك النوع ديال التحرش من ذاك النوع المثير ما أبدا أبدا. كما كيقول لك واحد المثال، ما تديرش راسك في الغيران ما يعضو كثيران. التحدي درته ماشي لذاك الشخص اللي دار ذاك التصرف، درته لناس أخرين اللي بغاو يستغلوا الصورة، يعني باش انهم يشوهوا الصوره ناديه. هي الصوره كانت عاديه لانني كنلبس اكثر من داك الشيء. هو السيد اللي نزل الصور وعطاهم للناس اللي كانوا مقربين ليا، يعني كنا مخطوبين، لكن ما كتبش، يعني الانسان كيشوف فين غادي يكون مرتاح اكثر، لكن انا شفت داك الطريق ما غاديش تسلكني، صافي رفضت. يعني قبل العقد بواحد الشهرين صافي رفضت، قلت انا ما بقيتش باغا نكمل، وكانت عندي اسباب ديالي وما غاديش نقدر نقولها، فهمتيني؟ لكن داك الشخص ما تقبلش، يعني بغى ناديه باي طريقه، ناديه خصها تكون باي وسيله، واخا انه يعني الاسلوب ديال الاستفزاز التهديد. صراحة الله كيفاش كيكونوا الفلوس بكثره كما قلت لك دابا، عاد حتى واحد يعني ما كيكره الحوايج الزوينين لراسو، فهمتيني؟ يكذب عليك الكذاب اللي غيبقى يقول لك واو خسرات، واه دارت، وحنا زايده فينا ودايره فينا. لا، الا عندها عطاها الله سبحانه وتعالى، ما كيعنيش ان صافي فرحت براسها ولا دارت ليله زوينه خصني حتى انا ننتقدها ولا نقول علاش دارت، لا بالعكس. وبنفسي كنهضرت كل الامكانيات ويعني نفرح براسي، علاش لا، وندير ربما ما اكثر، علاش لا، نديرو كاع في البيت الابيض عندناش المشكل.
سعد اول شيء هو فنان كنقدره وكنحترمه بزاف، وعنده اعمال يعني كاملين المغاربه كيعشقوا الاغاني ديالو والاعمال ديالو، لكن بكل صراحه العمل الاخير النسخه الهنديه اللي دار ما عجبتنيش، وما فهمتش الكليب، ما الكلام كذلك، يعني ما شفتش سعد اللي موالفه كنشوفه في العمل الاخير. نعم، وكنتمنى له التوفيق ان شاء الله يا ربي، هو راه عزيز على كل المغاربه. ان شاء الله من بعد العمل ديال الراي اللي نزل هذا الاسبوع كاين كليب اخر كوفر من كلمات والحان يعني مارشيف المبدع رحال الوزاني، واللي كنعتبره يعني هو الاخر تمهيد للعمل اللي كنوجد له ان شاء الله، واللي غيكون انطلاقه قويه لنادي العروسي باسلوب جديد بلوك جديد ان شاء الله يا ربي. كنقول الجمهور نادي العروسي ينتظروا الجديد ديالي ويتابعوا الاخبار ديالي واحد بواحد على القناه الالكترونيه الدار، وكان متع لكم. مالله غلب سي با فاسيل، عندي موقع الدار عزيز عليا ماما ماما. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.